دكتور رمزي، أشكرك على المجيء سريعاً. سأفعل أي شيء لأفضل طلابي يا بوران. كان زلزالاً سيئاً جداً بقوة 6 درجات. إذن عني هل ستأتي بالمساعدات؟ المساعدة وصلت بالفعل. بوران شيرازي، اسمحي لي أن أقدم لك جامع ورقيب. لكنهما مجرد طفلين. مجرد طفلين؟ إذن اسمحي لي أن أقدم إليك دار وفتاح، وبالطبع جبار الضخم. إنني ألتقط صوتاً. ساعدوني، ساعدوني من فضلكم. أحدهم عالق داخل المبنى. يا إلهي، إنه مؤلم. أمسكت بك. حسناً، هيا الآن أمسك بيدي. أرجوك، أرجوك أوقف ذلك. أنا سأتولى هذا الأمر. أشكرك. اذهبي إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن. حسناً، فأنا أسحب منك الألم لكني لا أقوم بعلاجه. حسناً، سأذهب. هل تتذكرين يا بوران أبحاثي عن أحجار النور؟ فهم موجودون. هل وجدت 99؟ القليل منهم حتى الآن. هل أداؤهم جيد؟ بدأوا يتحسنون خطوة خطوة، لكن علينا أن ننتبه جيداً. فهناك قوى تود استغلال قدراتهم سعياً وراء السلطة والطمع. أنت الدكتور رمزي رازم؟ نعم. هل تعلم أين هو مكان هذا الرجل؟ جون ويلر، إنه هناك. ماذا حدث؟ لا داعي لشكري يا سيدي، فهذا واجبي. وأنا أيضاً. جون ويلر، أنت الآن رهن الاعتقال. ماذا؟ إذن يا سيد ويلر، هل تعرف من هو هذا الرجل؟ كم مرة سأخبرك يا سيدي؟ إنه ويليام دانفورد. مهلا، هل أصابه أي مكروه؟ نحن لا نعرف، كنا نعتقد أنك تعرف. وكيف لي أن أعرف؟ منذ أسبوعين اختفى السيد دانفورد عندما كان في رحلة عمل إلى شنغهاي. تقول اختفى؟ الآن قد فهمت. تعتقد أن لي دخلاً في هذا، أليس كذلك؟ أليس صحيحاً أن السيد دانفورد كان هو السبب في الحادث الذي أقعدك على الكرسي؟ أوليست هذه الصورة لك وأنت في غرفة السيد دانفورد في المستشفى؟ ما الذي كنت تحاول أن تفعله؟ كنت أحاول أن أساعده. سأخبرك بشيء آخر، لم أذهب إلى شنغهاي أبداً في حياتي. انظر إلى جواز سفري. لقد فعلت، وليس به أي دليل على وصولك إلى هناك أيضاً. لابد أن لك أسلوباً فريداً من نوعه في السفر. حسناً. السيد ويلر معي هنا من أجل مهمة إنقاذ طارئة بطلب من الآنسة شيرازي، وهي ستؤكد ذلك. لكلمتها قيمة كبيرة هنا. هل يمكنني الآن الذهاب؟ أم تريد إضاعة المزيد من وقتي؟ اذهب الآن. بعد أن رأيتك لا أعتقد أنه بإمكانك اختطاف أي أحد. أنت لا تعرف ما يمكنني أن أفعله. دعك منه يا جون. لا أصدق أنه حدثك هكذا. جون لم يتعاون معه كفاية في التحقيق. هذا لا يفاجئني، لكنه ليس عذراً. هل يمكن
أن ننسى هذا الأمر؟ حسناً؟ اختفى ألف صيني مشرد من شنغهاي في الأشهر الماضية، ومع هذا لم يستغرب أحدهم. لكن عندما يختفي مواطن أمريكي تصبح قضية دولية. هناك أكثر من ذلك، لقد دخلت على ملفات دانفورد. كان سيعقد صفقة مع شركة في شنغهاي، هي شركة تابعة لمؤسسات تشانغ. أتعتقد أن روغال وراء هذا؟ ما رأيك أنت؟ روغال؟ أتذكرين القوى الطماعة التي ذكرتها سابقاً؟ سأذهب إلى شنغهاي. جون، اسمع، إذا اختطف روغال دانفورد فهذا لأنه على علاقة بي. سببت لدانفورد ما يكفي من الألم، بل وأكثر. سأذهب معك. لا أحتاج مساعدة. أعلم هذا، لكنني سأذهب من أجل الطعام. سآتي معكما، تحتاجان إلى من ينقلكما. خذوا هذه. وما هذه الأشياء تحديداً؟ أجهزة اتصال، صنعتها لتوي لنكون على اتصال دائم كالهواتف النقالة؟ لكن دون رسوم. ستقعون في المصيدة وتعلمون هذا. حسناً، أولاً لن أقع في أي مصيدة، وثانياً أنا الآن ضار. فكيف سيضرني روغال؟ دعه يجرب وحينها سيرى. لم أرى صديقك، ربما أخذه غرباء. نعم غرباء، ذهب أفراد ولم يعودوا، أخذهم غرباء. المكان ليس آمن. رائع، توقيت ممتاز يا تورو. عليكم أن تسمع هذا، شيء ما يسمى غرفة الاحتواء. إنهم هنا. تحققت من الشركة التي كان يراسلها دانفورد. هناك الكثير من الشخصيات، لكن لا يبدو أن أحدهم قد اختطف. ابتعدوا، ابتعدوا، ساعدوني، ابتعدوا، ابتعدوا. يبدو أننا عثرنا على الغرباء. ما من شيء أغرب من هذا. والآن هيا أمسك. والآن من أنتم؟ سأمسك به. ويلر، تورو، لقد حبستهم في المستودع. سنلحق بك مباشرة. ومعنا الألم أيضا. واو. أصدق. انتظري حتى أنتهي. سيكون للمدينة شبكة اتصال وشبكة صرف ونظام كهربائي ذكي. ماذا حدث؟ وأين ذهب ويلر؟ لقد هاجمنا أولئك المحاربون المقنعون. لابد أنهم أخذوا حجر ويلر، لهذا لم يستطع المجيء معنا. ما كان علي أن أتركه يذهب. كيف كنت ستوقفه؟ لكن علينا العودة من أجله. سنفعل، ما أن أستعيد قواي لفتح بوابة أخرى. هيا استعدوا للقتال. أين هم؟ ويلر، هل أنت بخير؟
حسناً لنرى. لقد أسقطني 100 محارب، منهم الرجل الذي أتيت لإنقاذه وفقدت حجري، لذا لا، أنا بالتأكيد لست بخير. أتعلم أين يتجهون؟ يبدو أنهم توجهوا إلى هونغ كونغ مع رغال الآن. ربما لا. تحققت من بيانات مراقبة المرور الجوي، وهناك طائرة خاصة لتشانغ تسير على الممر في مطار شنغهاي الدولي. أشكرك يا ميكلوس، والآن علي أن ألحق بالطائرة. ماذا عن ويلر؟ لا يمكننا تركه هنا. أنا سأبقى معه، فبإمكاني الشعور بأي خطر قبل اقترابه بكثير. رائع، أصبحت الآن في حماية طفل. أفهم لما كان عليك اللحاق بهم. أين ذهب الجميع؟ لابد أنه يقودها عن بعد. واعٍ للغاية. رغال؟ لكنك لست واعياً بما يكفي لترى أن ويلر هو أغلى رفيق لكم، وحجره سيكون بين يدي. أجل، كما سأحصل على حجرين آخرين. ماذا تعني؟ لا! هذا حمامك! أول مكان خطر ببالي. قال الدكتور رمزي إنه فخ، وكنت أعلم ذلك، ولكنني كنت عنيداً. انظر إلي الآن. لا تستسلم يا ويلر، فنواف وتورو سيستعيدان حجرك، أنا واثق من ذلك. نعم، بشأن هذا؟ لم يكن حجر ويلر على الطائرة، رغال أوقع بنا وكنا سننفجر. هل أنت بخير؟ نعم، تورو أخرجنا، ولكنه متعب ولا يستطيع فتح أي بوابة. رائع، ممتاز. والآن أصبحت من دون حجر نور، ولست سوى فاشل على كرسي. دار لا يضر أحد، أو ربما هو المتضرر. أنت تبلي بلاء حسنا في إلحاق الألم بنفسك الآن، وليس هناك سوى شخص واحد يمكن أن يزيله عنك. وليكن هذا، لكن ماذا تعرف؟ أنت طفل. أعلم أن هناك الكثيرين الذين يعتمدون علي. من؟ نواف؟ ميكلوس؟ الدكتور رمزي؟ لا أستطيع فعل شيء لهم. لن تعلم ما يمكنك فعله إلا إذا حاولت. وهناك أيضاً من يحتاج إلى مساعدتك الآن يا ويلر، وبشدة. دانفورد، لن أخذله مجدداً، لا أستطيع. ما لون هؤلاء المحاربين؟ أخضر. لماذا؟ أشعر بوجود الكثير منهم في هذا القارب. نواف، تورو، المحاربون هنا. لكنهم يغادرون الرصيف الآن. لا فائدة، أنا لا يمكنني فتح بوابة. لابد أن تنتظروا حتى أنال قسطا من الراحة. دانفورد لن ينتظر. ويلر، ماذا تفعل؟ لن أستسلم. أليكس، هل يمكنك أن تشعر بمكان دانفورد؟ أنا لا أشعر بأي شيء، كما أن القارب يبتعد. إذن سأرى ماذا سأفعل لإيقافه. كيف ستفعل ذلك؟ ليس معك حجر النور. لكني لست عاجزاً. أعتقد أنني فتحتها، هيا بنا. ما
على الأقل نحن في البلد الصحيح. جيد، سقط القبطان، والآن لنوقف المحركات. ميكلوس، أنا ويلر، هل تعرف كيفية تشغيل قارب؟ أو بمعنى أدق إيقافه؟ أول ما عليك فعله هو البحث عن الذراع الذي يبدو مثل حرف تي. ماذا؟ تي لكن لها ذراعان. كنت أعلم ذلك. الآن اسحبه باتجاهك. لا يمكن، يسار أم يمين؟ إذن إلى اليسار. ميكلوس، إنه يتحرك بسرعة أكبر. كنت أنظر من الزاوية الخاطئة. هذا أفضل. والآن إلى اليمين. لا يتحرك إلى اليمين، إنه عالق. حسناً، تمهل، سأقوم بالبحث في دليل الطوارئ. لا بأس، لدي دليل خاص. هيا هيا. كانت تلك فكرة سيئة للغاية. دانفورد، استمع إلي. لا أعلم ما فعلوه بك، لكن عليك أن تتذكر أنك ويليام دانفورد الثالث، وتسكن في سانت لويس، وجرحت قدمك في حادث، وأنت السبب في إقعادي على هذا الكرسي. سببت لك الكثير من الألم، أودك أن تتذكر هذا الألم. هذا صحيح، نعم، أشعر بالألم وبالذنب، ودع ويليام دانفورد الحقيقي يظهر. ويلر، أنا أليكس، أشعر بحجر النور، إنه داخل المقصورة الرئيسية على بعد أمتار قليلة من مكانك. أنا لا أريد أن أتركك، لكني مضطر، وهذه أفضل فرصة لإخراجنا من هنا أحياء، إذا استعدت حجري ثانية. لا أرى أي شيء هنا يا أليكس. استمر، أنا أشعر بأنك تقترب. لقد وجدته. انتبه، أشعر بوجود شخص ما في الغرفة، بل الكثير منهم. ترى من هم؟ ليس وقتكم الآن. أهذا لك يا جون؟ دانفورد، لقد تذكرت. لم أنسى قط، لقد فعلوا شيئا بعقلي أبعدني كليا عن نفسي، لكنك اخترقته وأنقذتني. لم أنتهي بعد. أعتذر عن هذا، لكنه الحل الوحيد لإخراجنا. يمكنك السباحة؟ نعم، لكن ماذا عنك؟ سأوقفهم، اذهب أنت. الآن هو الوقت المناسب جداً لبوابتك يا تورو. أين ويلر؟ هناك.
لم أكن أعلم أنك تسبح. لا يمكنك أن تعرف إلا إذا حاولت. إنه كالجديد يا ميكلوس، أشكرك. هذا الجهاز يجعلك تطفو فوق سطح الماء إذا احتجته. جون، أشكرك مرة أخرى على إنقاذي. أنت حقا بطل، ولهذا أريد أن أساعد في تمويل جهودك يا دكتور رمزي. شكرا لك، أقدر لك هذا كثيرا. لكنني أنقذت رجلا واحدا، ماذا عن أولئك المئات من المحاربين الذين تركتهم؟ أحدثت فارقا يا جون، وإن كان هناك شيئا واحدا تعلمته فهو أنه عليك إنقاذ العالم من خلال إنقاذ شخص شخص وقرية قرية. إنها مهمة عظيمة. لا أملك مال السيد دانفورد، لكنني أود أن أساعدك بأي طريقة يا دكتور رمزي إذا قبلت. أنا لا أعلم ما أقول يا بوران، إلا أهلا بك في 99.